خلينا ما نسيبو لي زاسون تاع الكراج هذيك، طوروه في لي تونا في التربوده. السلام عليكم ورحمه الله. الزفلاوي، البارح تم توقيف الحقوقي الاستاذ قدو شويشه وزوجته اللي هي صحفيه، ونذكر بلي الاستاذ قدو شويشه كذلك نقابي واحد الوجوه البارزه في الرابطه الجزائريه للدفاع عن حقوق الانسان. ماهوش في المجلس الوطني لحقوق الانسان مع السي زهري، هذايا الدفاع عن حقوق الانسان، الرابطه هذه تاع يحيى بن نور، اللي اسس يحيى بن نور الله يرحمه، تم توقيفه مع مجموعه اخرى من النشطاء، و قالوا باش نسألوه كذا نحقوا معاك غدوة، قالوا لا ديروها بداها من اليوم برك. بون ضربوا سألوا داروا على ماشي سألوا، بون شافوا له التليفون لورديناتور فتشوا في كلش مرتو كيف كيف، ما صاب والو. هو كان ينتظر يعني السيد كان على باله درك في حال تقمعوا كذا من واحد، ما تصيبوا عندهم والو، ما تصيبوا والو حتى اللي عنده يخبي ويمسح كان والو يا ريان. قالوا من ضمن الاسئله اللي طرحوا له، وشني علاقتك بحركه رشاد؟ يقول هو يضحك هاوليك شوفوا على سلامتكم. على سلامتكم. على سلامتك قدر. على سلامتكم. على سلامتك. على سلامتك. على سلامتك. ما قدرش. على سلامتك خويا. السلام عليكم. كيما كنت كتبت كنت عارف باللي النظام راه يحوس يدير القالب لينا كاع. كنا عارفين كاع. كاع كنا عارفين. ديجا هضرنا. واليوم البرهان خرج، كنا خارجين من دار الشرع. أجل الشرع داونا هنا، جابونا هنا وداروا التفتيش، وما هي الاتهامات؟ حنا خذنا كاع نجاوبوا، لان قلنا انتم رفقيين كاع اللي راهم كاين في البلاد، لقيتونا غير حنا تدونا كاع الخيان اللي كاين في البلاد تدونا غير حنا، دونك ما رفضنا نجاوبوا، وقالوا لنا استدعاء غدوه بغا يديروا معنا التحقيق، ونقولها من دروك. نقولها من دروك باللي باغيين يحس باش جبدونا الحكايه تاع رشاد. على رشاد. ويردونا حنا ثاني تاع رشاد. هذا من رشاد. والاتهامات هذيك العاديه تاع التحريض على التجمهر. التمويل الوحاوي. واه كاين واحد الربع الاتهامات اللي لانك انت همزه تواصل ما بين المعتقلين والمحامين، وكنت تعطي نظره. بلي رانا ننشر دعايات فقط باش نخلق الهول، بعض الاتهامات اللي ما عندها حتى اساس، واللي كنت ديجا حكموني عليها ودرت حبس وخرجوني وخرجت براءة، لكن الجديد هو محاولة التصاق اتهام زعما بلي حنا يمونونا ولا حنا نمونو راجل ما نتعرف، كما الناس اللي جاوبوها كانوا شكين، زعما شكين يعرفوني بلي انا مناضل في حقوق الانسان ونقابي، والزوجة تاعي صحفية مناضلة معايا في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، وهما هذه الصوالح اللي راهم كارهينهم، ما راهمش باغيين تتكلم على حقوق الانسان في الجزائر، لكن حنا معمدين نهضروا على حقوق الانسان، هذا حقنا دستوري وحقنا من اتفاقيات انضاد عليها الجزائر كل اتفاقيات، ولهذا غير ممكن السكوت. وشكرا للجميع اللي سقس علينا شدونا الهواتف على هذه، ما نجمناش نتكلموا مع الزملاء. الهاتف والاباغي فوتو كلمه والاسئله الاولى اللي طرحوها لي، هل تشاركي في الحراك؟ هل انت مع راشد؟ غير شويه ونضحك لهم، قلت لهم بيان سير نشارك في الحراك، عندهم تصاوير ويعرفونا بلي الجمعه نخرجوا مع الشعب بطريقه سلميه،
وعارفين بلي انا صحفيه وكي قلت له دروك طرحوا لي المشكل وين راه علاه قتلتونا اعتقلتونا وجبتونا هنايا وحنايا خارجين من المحكمه قال لي واجبي على الاسئله ومن بعد سهل نقول لك قلت لهم لا من نهار قلت له ما نواجبش على اي اسئله ما نقرروا بي بي تحكوا وما نمضيش وقعدت كيما هاك وجاوا رايحين جايين داروا ثلاثه لي بي في ولا اربعه يضلوا غير يعاودوا فيهم داو لي التليفون دخلوا لي في الفيسبوك تاعي دخلوا لي كاع في لي ريزو سوسيو وكما قال الزوج تاعي جو سوي ترانكيل سور دو موا انا صحفيه وصافي عده سنوات انا ناضل لاجل حقوق الانسان في الجزائر يعني ثاني حاجه لي تما تحكت لهم يعني غير يقول لي هل عندك دو ناسيوناليتي انت عندك غير الجزائريه قلت له قال لي لا عندك دو ناسيوناليتي قلت له لا عندي غير وحده جو سوي الجيريان ناسيوناليتي الجيريان ما عنديش جنسيه اخرى كما الشيفه نتاعهم وفوالا عندي غير بغيت نزيد هضرنا كاع على البيركيزيسيون واه داروا بيركيزيسيون داو كاع قال الحاسوب ثلاثة عندي زوج صغار شوية عايين واحد واحد مهرس أربعة داو شحال من صالحة بس هما زعما حاسبين باللي حنا نمولوا صحيح لقاو عندنا بعد الوراق كنت أنا نعطي دراهم نرسل أنا من عندي من جيبي من جيب زمالة عندنا نقولها على نية ما خافش عندنا نيميلوك في بجاية مطرودين 196 عاما وران في رمضان حنا كنا نحاولوا نعاونوهم باش ياكلوا شنو وعندنا الزميل اللي هو موثق غريفيه في الجزائر راه في الحبس لاجل الحراك وما كانوا ديجا طردوه وانا هذه عده سنوات وانا نعاون نقولها دروك ما هي ما نقولهاش بصح نقول لا غلب عده سنوات وانا نقولها قدام الحراك اللي طردوه خلاوه 3 سنين بلا خدمه بلا خلصه دونك حنا كنا نعاونوه وزدت عاونته في الحراك بقاو عندي هذا قلت له هو نعاون انا النقابي ونعاون النقابيين خاصة بيا ما كاش مشكل جيبك من جيبي واه قلت لهم الثانيه انا باغي نعاون الناس ما تلقاش هذا يقول انا نعاونها ونقولها ونزيدها دونك هذه هي اللي رانا فيها غدوا نشوفوا واش يصير راهوني كونفوكي على 8 عندهم هنا واه داو البي سي تاع الولد البي سي تاع الولد هو اللي حاطيه واللي فيه كاع لي طرافو يونيفرسيتير تاع لي نري لي راهم فيه داو هذا اليوم تو بري كاع لي طرافو تاع الجامعه راه يقرا داو هذا نشكر للجامع وغدوا ان شاء الله اذا كان فيه شيء جديد نقولوها للزملاء والزميلات على المستوى الوطني شكرا للجميع المهم الناس كانوا يسقسوا عليك كانوا يعيطوا لنا كانوا يسقسوا عليك الحمد لله على سلامتكم الحمد لله يعقوب ان شاء الله يزيدوا يطلقوا المعتقلين ان شاء الله ان شاء الله الكومبا كونتيني بيان سير رانا فتحنا الصيام تاعنا بسيجاره مرفوعه والله هايل انا هذا سيجاره تاع الزوجه بلادي الثوره شعلوها بولادي هبت ريح الحريه ما فهموش بلي حنا وني ترونسبارون شفتو مام زوجتو كيف شنو علاقتك بحركة رشاد واسكو عندك جنسية ثانية يعني فرضا عندها جنسية ثانية واش راح ندخلو على الحبس على جال عندها جنسية ثانية شو هاد البغالونة تاع الشرطة هادوما ايش من الأسئلة اللي يطرحو راهي الملايين اللي عندها جنسية ثانية درك ازدواجية الجنسية ولات عادية ولا عندها جنسية ثانية يعني راهي أقل وطنية على الوجوه تاعكم على هذاك الخاين تاع تبون ولا الخاين تاع شنقريحة واللي معاهم لأنه هما خوانا خانوا دم الشهداء لأنه الشهداء ما ماتوش باش 60 سنة بعد الاستقلال يجوا هاد الرخاش يحكموا في البلاد يقزموها ويردوها يجي كل دورة يقول لك كاين مؤامرة على الجزائر وكاين يعني خارجية يردوها كيما هذيك المرة اللي كيما قلت البارح لا غالب عليها الناس قاع تسمع فيها هاو نردو الجزائر قزموها لين هما اقسام هاد الخوان هادو يعني الشهداء ماتوا باش يعود الجزائري يهان وسجون جزائريه تتعمر هاد الشرطه هادو راهم
يلعبوا في دور الحركة وقت الاستعمار، يلعبوا دور الحركة وقت الاستعمار، لأنهم حركة العصابة من عصابة أعداء الجزائر، العصابة أعداء الجزائر، ما يعملوا فيه العصابة ضد الشعب الجزائري وضد الجزائر ما يعملوش الاستعمار، وهذو راهم أداة من يديها، هذو يجي لعند جنسية ثانية، واش هي علاقة براشاد؟ واش هي راشاد يا ولدي الناس ما هم عندهم طموح باش يكونوا بهاد القوة اللي عطيتهم هذه العصابة، ولا إسلاميين ولا إرهابيين، ونستناو كش مثلا يخرجوا غير واحد آخر أبو دحدح الراشدي هذايا يجيبوه يقول لك يقول ماني قد في راشد، راني كي نمشي في الطريق نصيب السلاح نشريه كيما هذاك أبو دحدح القبائلي الماركيست، هذه هي يمشي في الطريق يصيب السلاح يشري، يعني السلاح هذا راه يطايش ياك، سبحان الله. مالا نقابي حقوقي، الروسي هذاك الخماجون تاع الزهري بوزيد، وعلاش ما يدافعش على هاد مناضل حقوق الانسان؟ يقولوا علاش ديتوه انا ياخرك انا مناضل حقوق الانسان، ها تكلم عليه يا اخي خماجون، يا اخي رخاصون، الله يقدر الخير لبلادنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صحافيها لشعبكم، صحافيها لشعبكم، صحافيها لشعبكم، صحافيها لشعبكم. خلينا من سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك، طوروا طوروا في اللي تونا في التربوده لشعبكم.